السلام عليكم. سبحان الله، في ظل هذه الأحداث التي تمر فيها الأمة والحزن العام كله، سبحان الله أشعر أن كل قلوبنا أصبحت محتاجة، محتاجة لمواساة. يعني سبحان الله، يعني الألم اللي قاعد تحسه والحزن اللي تحسه، وما في أعتقد أفضل من مواساة الله عز وجل للإنسان. سبحان الله، يعني كلام الله هو اللي يواسينا، لأنه نعلم أن يعني ربنا يعني سبحانه وتعالى رحيم بنا، فأنزل كلمات فيها شفاء لنا. سبحان الله، فيها شفاء لنا في هذه المواقف بالذات. يعني سبحان الله، حبيت أشارككم بعض الآيات إن شاء الله بإذن الله تريحكم وتفيدكم وتغير تطلعكم من المود الحزن إن شاء الله بإذن الله المود أفضل بإذن الله. نبدأ بالآية الأولى. لما المنافقين كانوا يسخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه الله عز وجل يبتليك وكذا وكثرة ابتلاءاتك وكذا، فالله عز وجل وجهه توجيه جميل جدا وقال له ايش يقول لهم. فبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان الله، الكلام هذا جميل جدا 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 على مستويات كثيره. يقول انه قل لهم يا محمد انه ما اصابنا لم يخطئنا، لانه كان مكتوب في الازل، مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا قدر ربنا يعني سبحانه وتعالى. والجميل في الآية هذه اللي يقول وما إلا ما كتب الله لنا، أي لمصلحتنا لخيرنا. أوكي، ففي ثقة بالله عز وجل في هذا القضاء إنه هو خير لنا. أوكي، وبعدها كلمة جميلة جدا أيضا اللي هي هو مولانا، أي بمعنى هو ناصرنا وحافظنا وملجأنا ومدبر أمورنا. سبحان الله، لما الواحد يعني عنده رب يعرف، تعرف انه هو اللي يدبر لك امورك ويختار لك الافضل الانسب. سبحان الله، كيف يعني ما تطمئن نفسك له يعني. وختم الله عز وجل بكلام جميل واللي وعلى الله فليتوكل المؤمنون، انه اللي الناس المؤمنين حقيقه في هذه المواقف يعرفون على مين يتوكلون، رب العالمين. رب العالمين، ما هو الجيوش، ما هو كذا، ما هو كذا. صحيح نبذل الأسباب، نبذل كل الأسباب، لكن القلب معلق بالله، القلب مطمئن بالله، القلب متوكل توكيل تام لله، موكل الله توكيل تام. سبحان الله، شوف الثقة. فكلام جميل جدا، الله يجعلنا من المؤمنين رب الذين يتوكلون على الله عز وجل توكل تام بإذن الله، وتكون قلوبهم مطمئنة. سبحان الله، كان ابن القيم يقول يعني لما كان يعني يحزب علينا الأمور وكذا والظروف تكون صعبة جدا جدا، يروحون يزوروا الإمام ابن تيمية في السجن، فكانوا يقولون سبحان الله ما نشوفه خلاص يرجع لنا الثبات، بس كذا بس بشوفته. سبحان الله، لأنه كان قلبه مطمئن بالله عز وجل. سبحان الله، فشوف حتى الإنسان لأي درجة هو في السجن مسجون وكذا هو اللي كان يثبتهم. سبحان الله. طيب، في آية ثانية برضو اللي جميلة جدا اللي هي الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفي، لما قال لهم للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إن الناس قد جمعوا لكم جيوش، قد جمعوا لكم الناس عشان يعني يتخلصوا منكم، لكن اخشوهم لأنهم تخافون منهم، فزادهم إيمانا. هذا بالعكس، عمل علاقة عكسية، انه لا انا احنا اطمننا اكثر، زاد ايماننا سبحان الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافي، حسبنا بمعنى الله كفاية لنا، ما نحتاج غير الله اصلا، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو افضل من توكل له امرك، افضل تعمل له توكيل عام على كل شؤونك، يا رب انا وكلتك على كل شؤوني، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله. ومن الايات الجميلة جدا اللي انا صراحة دائما احاول استشعرها عند الابتلاء اللي هي الله عز وجل يقول في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. فسبحان الله، ذكر بالتاكيد بحرف ان، انه مع العسر في نفس الوقت في يسر، في يسر. احيانا يمكن احنا بطبيعتنا التشاؤمية ما نقدر نشوف هذا اليسر، يمكن بخوفنا بعلامات البقاء والسيرفايفل خلينا ما نشوف، لكن موجود
موجود هذا اليسر سبحان الله. والله وبدأت أشوف بشائر من هذا الموضوع سبحان الله. قبل يومين أشوف امرأة أمريكية تصف ثبات الفلسطينية، تقول يعني ولده في يده أشلاء ومع ذلك هو ثابت ويذكر الله. قالت هذه ذكرتني بقصة أيوب في الإنجيل عندنا، لكن سبحان الله كيف يعني هو ناس كذا ثابتين بالدرجة. فقامت قالت انه علقت كذا اعتقد تعليق، وقالوا لها انت ما تعرفين عن القران، القران يعني يحثنا عن هذا الشيء. فسبحان الله بدات تسمع القران واعجبت في الكلام بشكل مش طبيعي، وبدات تنشر الكلام اللي يعني عجبها في القران. ولاحظت انه الامريكيين كان يقول لها زيدينا سبحان الله من هذا الشيء، يعني كلام جميل جدا زيدينا منه. والله العظيم يعني حاجة سبحان الله مبشرة جدا، يعني ما تعرفون فين الخير سبحان الله. الله أعلم مننا وأرحم بنا، وإن شاء الله بإذن الله كله خير. طيب نجي لآخر آية، وهي اللي يمكن حطول فيها بس جميلة جدا صراحة تستحق التطويل. في سورة البقرة الله عز وجل يعني في آية مستقلة يقول وبشر الصابرين. لما تعرف أنه مبشر فلان وفلان، لما طيب ايش سووا هذا الاشخاص، ايش عملوا، ليش اخذ البشره هذه، صح تستغرب من انت ما تعرف صح. لما يجي طبعا لله المثل الاعلى، المعلم يقول فلان وفلان مثلا اخذوا جائزه وكذا، اكيد كل الفصل حيحاول يعرف طب ليش هم اخذوا الجوائز هذه صح. فيقول وبشر الصابرين، وبعدين جاء جواب مين هم هذول الصابرين، ايش صفاتهم عشان احنا نتحلى بيها صح. فتيجي الايه اللي بعدها تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان الله. على فكرة في ناس كثير يغلطون في هذه الآية أو العبارة هذه اللي هي إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتبونها بحرف إنا حرف التوكيد، وهي إنا أي بمعنى نحن. طيب نحن، فنحن ملك لله، إنا لله، إحنا ملك لله، نحن عبيد لله مملوكين له، فهو ربنا وخالقنا ويتصرف فينا كما يشاء ثم يوم القيامة نرجع إليه. هذا معنى الكلام صح. فالإنسان لما تصيب المصيبة يحاول يقول هذه العبارة ويستشعر هذه العبارة مباشرة، إنه راح يثبت إنه أوكي، يعني يذكروا بموقعه الحقيقي، أنا عبد ورب وربي يتصرف بما فيها كما يشاء، فتطمئن النفس سبحان الله. فهذه من الأشياء هذا، ويقول فضل الصبر وما له من بشرة وما سيكون لهم من ألوان الهدايات والصلوات، هذه أيضا كلها تخلي الإنسان المؤمن يثبت سبحان الله. فهم أهل الاهتداء وأهل الصلوات والرحمة. والصبر في الدين الإسلامي طبعا واجب على القضاء والقدر صح، والإيمان بالقضاء والقدر واجب، ولكن أيضا هو يعتبر فضل، ولكن في مرحلة إيمانية أعلى من الصبر. أوكي، إنك تكون صابر بما كتب الله لك أوكي تمام، أنت يعني مرحلتك حلوة، لكن إنك تكون صابر وراضي هذه معنى مرحلة أعلى، لكن الرضا أعلى من الصبر، أنت راضي باللي أعطاك يا ربي. أوكي، هذه مع المرحلة الأعلى منه. في مرحلة كمان أعلى من الرضا اللي هي الشكر. سبحان الله الشكر هذا يعني عجيب صراحة، لما تسمع قصص السلف فيها قصص جميلة جدا وملهمة صراحة. يقال إنه معاذ بن جبل لما أصيب الشام بالطاعون، كان يعني هو أصيب بالطاعون يعني، فكان يقبل مكان الطاعون في يده يعني شكرا لله عليه سبحان الله. ليش كان عندهم هذا الشيء؟ لأنهم يعلمون أنه الله عز وجل ما يختار إلا الأفضل، لأنه عليم حكيم، وأنه لا يقضي لعباده إلا الخير. والله يقصد بهذا الامتلاء تمحيص الناس حتى يعرف من هو المؤمن الحقيقي ومن مش المؤمن الحقيقي، لأنه كلنا نقدر نقول إحنا مؤمنين في الأيام الرخاء، كلنا نقدر نقول إحنا مؤمنين، لكن متى يبان الحقيقي الإيمان الحقيقي فينا؟ لما نبتلى ابتلاء زي كذا نزلزل، يعرف الإنسان متى إيمانه الحقيقي سبحان الله. ويعرفون أيضا أنه هذا الابتلاء هو رفعة للدرجات لهم ومراتبهم في هذه الحياة وزي كذا. فهذا شيء جميل جدا، وبشر الصابرين سبحان الله يستخدمها المؤمن للربط على قلبه، عارف الموقف صعب
موقف صعب جدا، لكن لما يذكر انه في بشرى، في بشائر تستنى، حيكون سبحان الله ثابت اكثر، وتثبته في حال المصائب والمكاره والالام، وقد جبلت الحياه على ذلك. يقول يعني هذا طبعا انا ماخذه بعض العبارات من الشيخ خالد السبت، انصحكم صراحه باستماع اليه، ما شاء الله تبارك الله، دائما لما ابحث عن حديث او قران او ايات كذا الاقي له شروحات جدا جميله وغنيه، ما شاء الله تبارك الله، يعني تسعدني صراحه شروحاته. يقول يعني جبلت الدنيا على ذلك، ان المصائب طبعا جبلت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقدار والاكدار. فالدنيا لم تصفو للانبياء ولا تصفو للكبراء ولا الصعاليك، فالكل يكابد والكل سيرحل. سبحان الله، فهذا كله يعني يروض الانسان والنفس ويبطنها على تحمل الصعاب والمكاره. وان الانسان العاقل المؤمن يعني اللي طبعا يوفق الله عز وجل لذلك، يعني يعلم أن الجزع لن يرد فائتا، ولا التسخط لن يعيد طائلا، يعني مثلا حاجة فاتتك ما راح ترجع، صح؟ فسبحان الله الأفضل للعاقل المؤمن العاقل أنه خلاص يعني يقول أني سلمنا أمرنا لله عز وجل، حتى تطمئن نفسه وترتاح وترضى وتعلم أنه خلاص أمره بيد الله وأنا في راحة وطمأنينة. في كمان شيء جميل جدا على حديث ذكر يعني في هذا المقام، اللي هو عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. سبحان الله، هذا وعد من الله عز وجل، أنت أطلب منه أنه يخلف لك ويعوضك، حيعوضك. سبحان الله، هذا شيء. فخلينا نكمل الآيات اللي هي لهم أولئك عليهم صلوات من رب. طب إيش معنى الصلوات؟ الصلوات هي ذكر الله في الملأ الأعلى لهذا الشخص. تخيل الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى عند الملائكة، وإذا ذكره الله عن هذا معناه الألطاف التي يعني تعطيه مثلا هذا الشخص، يعني نزول الألطاف والرحمات بهذا العبد، في حاجة كبيرة سبحان الله. وهي ذكرت للتعظيم، لكن انه هذا شيء الله عز وجل حيذكره. طيب، وجمعت للتكثير، هي صلوات مش صلاه صح، وما خصت فيها الدنيا وما خصت فيها، يعني ما جعل الله عز وجل مثلا يقول يعني مس في الدنيا بس، اوكي صلوات لهم في الدنيا ولا في الاخره، لا هي عامه، فمعناتها انه هذه الصلوات حتكون لهم متى؟ في الدنيا والبرزخ والاخره والقيامه. طيب، فسبحان الله، شوف كيف يعني الكلام أخي، سبحان الله لما الواحد يفهم كلام الله يستمتع فيه أكثر. أولئك طبعا الله عز وجل يعني وصف هذا الصابرين باسم الإشارة أولئك، وهذا الإشارة عليهم بالبعيد لرفعة منزلتهم ومكانتهم وعلو مرتبتهم. سبحان الله، شوف كيف الواحد لما يستشعر هذا الكلام ويفهم يعني تفاصيل الكلام، سبحان الله. أولئك، وكررها مرة ثانية، أولئك هم المهتدون. ولما قال المهتدون زاد عليها أل التعريف، يقول تشعر بالحصر، كأنه لا مهتدي إلا هؤلاء، كأنك تقول هذا هو الكريم مثلا، هذا هو العالم، يعني كأنه هو شيء متميز جدا في مجاله، فعشان كده زدت عليه أل التعريف. فسبحان الله، أتمنى أنه هذه الآيات تكون إن شاء الله ريحت قلوبكم زي ما ريحت قلبي بإذن الله، وأتمنى للنصرة لفلسطين وغزة وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. السلام عليكم.